السلام عليكم، يا مرحبا وسهلا فيكم، حياكم الله على قناتكم قناة الفجيرة مطلع الشمس، وفي برنامجكم 7 على 7. طبعا مثل كل يوم بعد الويكند هذا اشتقنا لكم، وانا جاي بحماس ارحب فيكم. حلقتنا اليوم فيها مواضيع متنوعة وكثير وايد حلوة، طبعا مثل كل مرة عادنا اول شيء راح نعرف عن 83 موقع للشواء في حدائق ابو ظبي، وراح بعد هناك راح نعرف هل هناك علاقة بين الثقة بالنفس وقوة الشخصية، وراح نشوف نجاح أول عملية استئصال المرئي بالمنظر وتنظير الصدر بأقل تدخل جراحي، وراح نختمها وراح يكون كذلك بعد أكاديمية الفجيرة تنشر فنونها الجميلة في ربوع الوطن العربي. ولا تنسوا موعدكم مع فقرة حول العالم وجولة جديدة من جولات أصدقاء البرنامج. ومن دبي اليوم انطلقت أعمال الدورة 7 من القمة العالمية للحكومات، التجمع الحكومي الأكبر من نوعه عالميا لاستشراف آليات واستراتيجيات جديدة للعمل الحكومي وتوحيد الجهود للتصدي للتحديات التنموية التي تواجهها المجتمعات الإنسانية وتبادل التجارب والخبراء بشأن أفضل التجارب الحكومية في العالم وما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للبشرية. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله بالقول أن الإنسان هو محور اهتمام القمة العالمية للحكومات، وهدفنا الأساسي استشراف مستقبل كافة القطاعات لتطوير حياة أفضل للإنسان، لافتا سموه بأن هدف القمة هو توحيد الجهود والطاقات والأفكار لتحسين حياة البشر. وأشار سموه لدينا فرصة جوهرية للحوار والتفكير في كيفية تطوير العمل الحكومي بما يحقق الرخاء لكافة الشعوب، لافتا نسعى من سموه خلال منصة القمة العالمية للحكومات أن تقود الإمارات حوارات العالم في التكنولوجيا والمستقبل والصحة وجودة الحياة. وختم سموه الاستعداد للمستقبل يتطلب حكومات تتمتع بمرونة أكبر وجاهزية أفضل وقدرة على استثمار أدوات المستقبل. من جانبه قال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: القمة العالمية للحكومات تجمع فكري وقيادي وإداري يرسخ رسالة دولة الإمارات في بناء مجتمعات إنسانية تتمتع بالاستقرار والرفاه. وأكد سموه أنه يتعين تسريخ كافة السياسات والخطط الاستراتيجية الحكومية لتمكين الإنسان بوصفه حجر الزاوية في التنمية. وجود أكثر من 7000 شخص في هذه القمة، نتكلم عن 140 دولة، نتكلم عن وزراء يصلوا عددهم إلى أكثر من 40 وزير. كل هذا يجعل هذه القمة مختلفة مميزة. القمة هذه هي تجربة إماراتية تستفيد منها الأمم بمعنى الكلمة، هي نظرة إماراتية للعالم، نظرة عالمية بمعنى الكلمة. كيف ترى الإمارات وتقول ورسالتها للعالم؟ هي تنظر إلى العالم ولا تنظر إلى شعب الإمارات فقط أو منطقة الخليج فقط، الخليج العربي أو المنطقة العربية فقط، هي تقول للعالم الرفاهية والنجاح والإنجازات التي نحققها الآن نريد أن نعممها على العالم. طبعاً القمة للحكومات هي جداً مهمة، لأن اليوم القرارات الدولية وقرارات المنظمات وكثير من الشركات تنكتب اليوم في هذه القمة، وأيضاً تشكل من خلال المخرجات، من خلال جلسات العمل، من خلال الطروحات الكثيرة. فاليوم في كثير من، وخاصة نحن السنة هذه في عام التسامح في الإمارات، وأيضاً كثير من الدول الآن قاعد تنظر إلى موضوع التسامح والشراكة والتعاون ما بين القطاع العام والقطاع الحكومي والقطاع الخاص لبناء هذه المجتمعات. طبعا الجلسة اليوم اللي احنا شاركنا فيها هي جلسة ولأول مرة تطرح في القمة، ولأول مرة يشارك صناع الأمل في القمة العالمية. فالجلسة كانت عن كيف نكافح التطرف عن طريق صناعة الأمل. تطرقنا فيها على دور المرأة في التربية والتعليم والتوعية، بحيث أنها هي تنتج يعني للمجتمع وأيضا لنفسها وأولادها، وتقوم بعمل إيجابي. أنا تكلمت عن المرأة، وأيضا تكلمنا على موضوع أهمية التعليم اليوم. إذا كان في تعليم وكان في وعي معتدل متسامح وسطي، اليوم هو هذا التعليم اللي راح يخلي المجتمعات هذه تنمو وتتعاون وتتشارك. القمة
العالمي للحكومات هي منجز كبير يحسب للإمارات ويحسب للوطن العربي. اليوم اجتمع أكثر من 140 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية لغرض نشر ثقافة السلم والتسامح بين كافة أفراد المجتمعات بغض النظر عن انتماءاتهم. هذا ما نحتاجه حاليا في العالم بصورة عامة وفي الوطن العربي بصورة خاصة. نحتاج إلى نشر ثقافة جديدة، نحتاج إلى نشر وعي جديد وهو الإنسانية أولا قبل كل انتماء. جميل نشوف مثل هذه القمة في دولة الإمارات وتجمع الخبرات السياسية والاقتصادية والصناعية في دولة الإمارات تعطي قوة كبيرة لدولتنا، ومن القمة العالمية نتوجه لمكان ثاني. طبعا القوة الشخصية دوما في كثير من الناس عدنا نحن نسميهم الطيب حقه مأكول مثل ما يقولون، والشرير الناس ما تحبه ولا تعرف عنه شيء ولا الداني مثل ما نحن نسميه بلهجتنا. فهل قوة الشخصية مربوطة بقوة الشخص؟ وهل القوي يقدر يواجه المواقف الصعبة؟ معانا هنا في الاستوديو الدكتور شافع النيادي، مدرب التنمية البشرية والعلاقات الأسرية. مرحبا يا أخي عبد العزيز، نورتنا. الله خليك نور، جزاكم الله خير. الله يحفظك. بس ظلمت الطيب وحليلة. لا دكتور، ها أنا حتى كنت أرمس وياك تحت قبل لا نطلع، قلت لك دوما الطيب مأكول حقه. لما مثل ما قلت لك الطيب لما هو أساسا طيبته تطغى على حقه، على حقوق الآخرين، فأكيد إنك الحقه. بس هي عملية موازنة، لا يحتاج إلى الموازنة. دكتور قبل لا نتكلم عن الموازنة طبعا شوية بتاخذ وقت، شو هي قوة الشخصية عند الشخص؟ هي عملية، قلت لك الشخص هذا قوي، كيف أنا أعرف أنه هو قوي؟ البعض يعرف أخي عبد العزيز يعني يفتكر على أن قوة الشخصية هو اللي متسلط على الآخرين بالقوة وبشدة. هاي يمكن جزء منها، لكن أنا ممكن تسلط على الآخرين ليس بالقوة، عن طريق العاطفة، عن طريق الطيبة، عن طريق الاحترام، عن طريق مدة. شخصي قوي عنده معرفة، عنده خبرات، عنده يقدر يستطيع أن يتخذ قرارات، عنده يقدر يستطيع أن يحل المشكلات، وبعيد عن مسألة القرور والتكبر وما شابه ذلك. يعني بمعناته بسهولة هذه الشخصية الناس تحب تلجأ له، شخص يستمع وفي نفس الوقت شخص يعيش أوضاع الآخرين، شخصية معطاء، شخصية دائما تحس على أنه حبه وعطائه للآخرين ليس للآخرين بالنفس، لا، أولا لله سبحانه وتعالى ثم لمنفعة الآخرين، يعني بدون مقابل أي شيء. زين دكتور، يعني أنا قلت لك ممكن أشوف شخص طيب لكن يكون شرير، أو عفوا طيب لكن يكون قوي شخصية. نعم، اساسا شوف اخوي عبد العزيز، قوه الشخصيه لا حد يفتكر ان قوه الشخصيه على اني املك الاخرين بالشده والعنف. قوه الشخصيه اني املك الاخرين بالطيب وبالاخلاق، لكن المفهوم الخاطئ البعض اللي يفهم على ان طيبه على اني انا اكون يعني بحيث ان اكون معطاء لدرجه اني اهضم حقي واهضم حقوق الاخرين. يعني يمكن الواحد والله انا طيب لكن ويا الاخرين ما اروعني مع الاخرين، لكن ما انا اصل الى البيت تلقى انسان شرير، إنسان غير معطاء مع عيالي، إنسان غير متعاون مع أفراد الأسرة. فهذه وين خلقة الطيبة في الموضوع؟ هي ميزان دكتور، أنا يعني لو اتفقت وياي بين الطيبة وبين القوة. نعم، في أحيانا في بعض المواقف تحتاج قوة، لكن هذه القوة أحيانا تجرح الطرف الثاني، فأنا أعتبر هنا يعني إنسان غير طيب. كيف ممكن الشخص يوازن بين الاثنين هذول؟ الأخوة بالنسبة لمسألة الموازنة، هي لابد مسألة الموازنة. نحن دائما أنا أقول الطيبة أو العاطفة أضعها داخل حلقة وهي العقل. أنا أكون طيب وأكون كعاطفي بس مش لدرجة أن تطغي على منظور العقل أو هضم حقوق الآخرين. الشخصية القوية عندها خبرات، عندها مهارات، شخصية مطورة بنفسها، شخصية واثقة بنفسها. لكن البعض قد يفتكر على أن مسألة الشخصية هذا ولد شخصية قوية وراثة، أو والله ممكن أو كونوها البيئة. صحيح قد يكون وراثة قد يكون بيئة، لكن نحن نستطيع أن نكون كشخصية قوية. يحتاج إلين بعض المهارات، تحتاج منا أن نكتسب خبرات، نحتاج منا مسألة تطوير مهارات التواصل، لغة الجسد، في أشياء كثيرة. بعدين لاحظ البعض يفكر أن شخصية القوية يا إما صفر يا إما 100%. ليش ما أقول درجات؟ البعض يقول والله ضعيف الشخصية، على أي أساس؟ ممكن في نقاط إحنا ممكن نذكرها الحين
في بعض النقاط موجودة أنا ممكن أطبقها، بس في بعض النقاط أنا ما أقدر أطبقها. هل معناته هذا أن ضعيف الشخصية؟ ليس معناه، بس أقول له ممكن أنت نسبة 70% قوي شخصية، نسبة 80%، نسبة 60%. دكتور، الخجل مربوط بالقوة الشخصية أكيد هذا نحن نسميه نطلق عليه ممكن الذكاء الاجتماعي كقوة شخصية. الخجل يعني هو قوية شخصية، هو شخص اللي غير قد يكون أو غير واثق من نفسه، هو هروب عن الآخرين، يبعد عن العلاقات الاجتماعية. أساسا قوي شخصية شو يصير؟ لابد يواجه الآخرين. هروبي من مشكلة لا يحل المشكلة. البعض قد يأخذ على مسألة أن حل المشاكل أو وتواجد مع المشاكل يخلق لي بيئة سلبية. لا، لابد أن أواجه، لابد أني أنا أحل هذه المشكلة. البعضهم ممكن اللي غير قوي شخصية من العقبات أن يكون غير قوي شخصية يعيشون في ألم الماضي، يعيشون في الفشل، يعيشون في أشياء ممكن أثرت فيهم. أنا زي طيب ليش ما أتخلص منها؟ زي الدكتور نحن دوما نقول طيب مشكلته مو فيه، في المجتمع اللي حوله. لا والله، هو طيب المجتمع حوله اللي ياخذ حقه لانه هو طيب. وممكن هو فهم الطيبه بمفهوم خاطئ، انا ممكن نسير والله واحد جاي طيب جاي والله تعالى خذ لي قرض وكفلني قرض بمليون و3 ملايين. هذا هل هو الخطا في الشخص اللي غرض ولا في الخطا اللي الشخص فهم الطيبه خطا؟ الطيبة لها معاني أنا ما أقدر أي أفسرها بمعنى بحيث أني أنا أهضم يعني شخص طيبة. يعني إذا قلت والله أنا كان الطيب دائما مهضوم حقه يعني الناس لا تكونوا طيبين، لا بالعكس، هذا ليس الطيبة. هذا ممكن يكون قد يكون قلة خبرة، قلة فهم في الحياة، قلة إدارته في حياته، وليس الطيبة. الطيبة اللي المفروض أساسا أنا وصولي للآخرين لابد مسألة الطيبة، لابد مسألة التعامل، لابد مسألة الأخلاق. الحين لو قلنا في المدرسة في بعض المواقف تصير الطالب طيب، طالع من بيته طيب على نياته، متربي تربية الطيبة، الخير في كل الناس موجود، الخير موجود عند كل الناس، فلما يروح مثلا يحتك مع واحد قوي شخصية يتسلط عليه دكتور. يرجع لمن؟ يرجع للأسرة. الأسرة عودوه على ماذا؟ اسمع بدون ما تناقش، اسمع بدون ما تجادل. عودوه الأسرة على الشدة والعنف بدون مجادلة، بدون تحالف ما بينهم. هذا شو اللي صار؟ طلع هذا الطفل اللي نقول عليه طيب، عودوه على أسلوب الأسرة بهذا النمط. لما طلع في خارج الأسرة هو تعود على نمط أني أنا أسمع وأطيع. زين طيب بدون ما تجادلني، بدون ما تناقشني، اسمع مهما. صحيح قد تكون الأوامر إيجابية، لكن لابد أعطي مجال الابن أن يحاور ويناقش، ليس على أساس أنا أوضح له، على أساس لأنه بكرة بيخرج خارج المجتمع وما أبا يكون يعني مطيع بدرجة الكبيرة اللي تكون فيها. دكتور حتى أنا لاحظت الناس كبار في السن موجودين في الجامعات حتى في ميادين العمل شخصيتهم طيبة زيادة عن اللزوم. يعني العيب مش فينا، العيب إنه هو ممكن يعني كيف ما يأخذ حذره، مثل ما قلت ما يتناقش، ما يعرف الأمور هاي، كيف ممكن يقوي من شخصيته؟ تقوية الشخصية أولا لابد على الإنسان مواجهة المشكلات، لابد يتعلم على أن يتخلص من ألم الماضي ويواجه وخلط يختلط مع المجتمع، لابد على أن وجوده مع الآخرين حتى بنية الفهم أقدر أتفاهم مع الآخرين، أكون أكثر منصت حتى أسمع لهم في بعض الأشياء، لابد أكتسب خبرات. الله سبحانه وتعالى أول كلمة أنزلها في كتابه الكريم ما هي؟ اقرأ. لابد أكسب خبرات، لابد أن أتعلم، لابد أن أخالط، لابد أني أنا أواجه، أكتسب، أتعلم لغة الجسد، أتعلم مهارات التواصل، أتعلم كان خلقه القرآن، أتعلم بعض الأخلاق، بعض المهارات من خلال هذه أنمي شخصيتي فيها، أكون واثق، أعرف نقاط القوة ونقاط الضعف فيني، أشوف تطويري. لا لا لا، الشخص القوي الشخصية لا يقف عند مرحلة. صح. لا أقول له بأنه أنا خلاص وصلت لمرحلة معينة من الشهادات العلمية، وصلت لمرحلة معينة من القمة. هذا يعتبر إذا وصل مرحلة معينة من القمة يعني وصلت القمة يعني بداية نزوله. الشخصية القوية بمطور مستمر بشكل كبير. وثانيا لما يكون أنا مطلع بما عليه من المجتمع ومختلط بالمجتمع، أعرف المجتمع ماذا يحدث به، ولا أكون يعني شخصية ما أعرف شو اللي حوالي. وغير ذلك لابد مسألة التواصل والعلاقات الاجتماعية ينميها. زين دكتور، القوة الثقة بالنفس مربوطة بقوة القوة الشخصية عند الشخص؟ أساسا من أساسيات الشخصية قوة الشخصية الثقة بالنفس. الثقة بالنفس لما بقول عليها ممكن بعض يقول طيب أنا واثق من نفسي، لما تسأله أنت فاهم نفسك؟
شو نقاط القوة لديك؟ شو نقاط الضعف؟ يقول والله ما أدري. أي كيف واثق من نفسك؟ شو معنى الوثق الشخصية الواثقة من نفس الشخصية؟ أعرف أنا محتاج إلى ماذا؟ أعرف أنا القوة اللي عندي. وكلنا لاحظ أخوي عبد العزيز ترى ما في إنسان خالي من 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 الإيجابيات أو بمعنى الصفر، لا، كلنا نملك مهارات قوية، لكن المشكلة في أنفسنا أن نحن ما واثقين. الشخصية الواثق من نفسه دائما يمتلك هذه المهارات، يعرف نقاط القوة ويوجهها بتوجيه حل المشكلات واتخاذ القرارات، وفي نفس الوقت كذلك يعرف نقاط الضعف ويتعامل معها ولا يهرب. دائما هروبي من الخوف لا يحل المشكلة، الهروب من الخوف ماذا يفعل؟ يعمقني في موضوع اللي أنا أخاف منه أكثر وأكثر. يوم دكتور خليني أكون صريح وياك شوي، أحيانا يمر في الإنسان موقف معين، مثلا يعني ما أقدر أذكر لك الموقف، أي موقف كان، موقف عاطفي، موقف شخصي، الموقف هذا يكسره فيأثر عليه في المستقبل. كيف ممكن يتخلص من هذه المواقف اللي تأثر حتى على شخصيته حتى مع حديثه مع الناس؟ هذا لاحظ، شوف، هذا اللي نحن نطلق عليهم بعض الأشخاص اللي يعيشون في ألم الماضي. أنا لاحظ أول لابد تكون عنده قناعة أنه يقدر يتخلص من ألم الماضي، ثم لابد على أنه يعيد حساباته، يشوف بعض الأمور، العادات اللي يمارسها يوميا ويغيرها، خاصة إذا كانت عادات سلبية. يحط نقطة في رأسه، أنا هذا الألم الماضي اللي أنا عايشينه إلى سنة سنتين ثلاث سنين شو أثر فيني؟ تأثيره سلبي. طيب، يعني لمعنات لازم أتخلص. إحدى المرات نفس الشخصية في إحدى الاستشارات أحد الأخوات قالت والله دكتور أنا ألم الماضي وهذا عقبة كثيرة في حياتي، ولو أريد أواجه ما أقادر. فقلت لها موجودة آية، هذه الشخصية لما نقول الشخص مرتبط بكتاب الله سهل تغييره، كنت موجود آية في كتاب الله سبحانه وتعالى قالت تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسئكم، لا تسألوا عن أشياء، يعني أنا أقدر أتحكم بمشاعري، أقدر أتحكم بأفكاري، السؤال عبارة عن فكرة. فلابد هذا الشخصية يؤمن بأني أنا أقدر ويواجه حياته. ليش ربعنا قال لا تسألوا؟ مع أن بنادى أنا أقدر أتحكم بعقلي، لكن هذا الشخصيات تعرف شو يسوون أخوي عبد العزيز؟ هذه الشخصيات دائما يميلون إلى الكسل والخمول والتقاعس. أنا والله تعبان، أنا عايز، أنا حاس بألم في الماضي، ويارس مكانه. هو على باله هروب عن الآخرين وجلوسه على باله يحل المشكلة، لا بالعكس. أنا جلوسي وعدم تخلصي من هذه المشاعر كل ما يجيني يوم أتعمق أكثر سوداوية، يعني أيام سوداوية أكثر وأكثر وأكثر، وليس هروب منه. دكتور هذا مش بيدهم، هذا صراع، مثل ما يقولون صراع بين سندانة القلب، عفوا بين سندانة العقل ومطرخة القلب، صراع داخلي يعيشه ما يقدر. لاحظ أخي عبد العزيز، لو كان مش بيديهم لكان رب العالمين ما نهانا عنه. رب العالمين قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسئكم، تسئكم أشياء سلبية عن تسيء لي. صحيح. أنا ما أسأل عنها، فإذا رب العالمين نهاني عنها يعني أنا أقدر. لكن مثل ما قلت لك، إذا أنا حكمت على نفسي ما أقدر فأقولك ما بتقدر، بس لابد تكون قناعة ذاتية، قناعة من داخل. أعيد جدول أوقاتي، أنتبه من الفراغ، لأن أكثر أوقات تتكاثر فيه هذه المشاعر هو وقت الفراغ. أطور مهاراتي، أوجه حياتي. الحياة تراها أخوي عبد العزيز مش مجال واحد، الحياة عندي سبع مجالات: مجال ديني، الاجتماعي، الأسري، المالي، الصحي، الشخصي، المهني، والمالي. فليش أنا توجهي دائما البعض مثل ما قلت تصيبه موقف يا اما عاطفي يا اما مالي يا اما في وظيفي، فشي يصير ينظر للحياه من نافذه وحده. يمكن الموقف هذا نافذه مثلا نفترض ان العاطفي، نظر الحياه نظر العاطفيه، اقلقت النافذه شو صار في الحياه؟ سودت كامل الحياه. زين ليش عندك سبع نوافذ؟ ليش انت دائما نظرك على شيء؟ لان هذه الحياه تكون متكامله، فلا بد نكتسب بعض المهارات عشان تكون شخصيه قويه. البعض يا اخي عبد العزيز المشكله يصدر حكم على نفسه، يصدر حكم أنا ضعيف شخصيا. خلاص يا إنسان حاول تلا للدكتور تكلم منه أنا أساسا ضعيف، فهو صدر حكم. نفس الشخصية لما بعض تقول عن أشياء، لما رسول الله زار مرة عربي ويدعو له يقول له طهور، فقال هذا الرجل إيه يا رسول الله أي طهور؟ بل هي حمى تثور رجل مسن تزير القبور. فشو رد عليه الرسول؟ فقال فالنعمة إذن فهي لك. فبعض الشخصيات يحكمون على أنفسهم أنا شخصية ضعيفة. زين حاولت، شوف البعض إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بنفسهم. إذا بس هو بنفسه يحط على أني أنا أستطيع أكون شخصية قوية أنا بستطيع، لكن لابد مسألة البحث، لابد مسألة التطوير. أما أني أنا يارس في مكاني
وأي ستتذمر. لاحظ الشخصية القوية شخصية متفائلة إيجابية غير متشائمة. الشخصية القوية لا ينظر على أن أنا مظلوم، لا، أعتبر الظروف اللي حوالي أنا قدرت، لا أتحدث عن ظلم الناس لي، لا أتحدث مثلا في الوظيفة ما مقدريني، أتحدث أني أنا قدرت أتخلص على هذه الظروف على أساس أطلق لمجالات أخرى. دكتور، في ناس، أغلب الناس تواجههم بعض الشخصيات القوية لما يتخذ قرار، وقرار هذا ما ظلم الشخص الثاني لكن قرار صعب في العمل ولا شيء، فتلقاه لما يرجع البيت ولا بعد ما يخلص الدوام في شيء تأنيب الضمير، جلد الذات، يقعد يقول أنا غلطت في حقه ولا أنا سويت له شيء وشيء، وهو سليم لكن تلقاه ما يقدر يبات الليل. هذا تعرف، هذا ممكن نقول نحن نقول عليه شخصية غير واثقة من نفسها. شو شخصية غير واثقة من نفسها؟ الشخصية غير واثقة من ما عنده، ما يعرف نقاط القوة ونقاط الضعف اللي عنده هو، وفي نفس الوقت ما عنده اتخاذ القرارات وحل المشكلات. ليش؟ قلة المهارات اللي موجودة عليه. فهو يجلس أحيانا لأنه تعود على هذه العادة، لما يتخاطب أو لقاء أو تحدث مع الآخرين، أنا غلط، أنا ريت ما تكلمت، أنا شو هالحركة اللي سويتها وليش ردت علي كذا، ويجلس يجلد ذاته. طيب إذا شو اللي صار، شو الخطأ اللي موجود فيه، أخلص منه أو أتعامل معه وأنطلق بحياتي. لكن أنا جالس أجلد في ذاتي وأنا ممكن غلط عليه، أنا ممكن إذا أنا شاك أني غلط عليه أو تحدثت أو تكلمت أتصل تليفون أو أقول، أو حتى ما أقول له، يمكن هو يقول أنت وايد حساس، أنت وايد شكاك، عند وايد توسوس. وبعض الشخصيات موجودين تتكلم يا شوية طلع عنكم أنت زعلان، عنكم أنا غلط عليك وأنا ما أعرف شو، يا إنسان استهدى ربك. دكتور، في ناس يتمسكنون يعني يمثل إنه هو شو انجرح وزعل، فهذاك ياخذ في خاطره مسكين يقول لا يكون زعل ولا شيء، يتمسكن. دكتور، هو المشكله تعرف شو المشكله؟ هذا نحن بنطلع عليه عنده العلاقات الاجتماعيه ما يعرف يتقنها التقان الصحيح. لابد اشوف العلاقات الاجتماعيه فيها اخذ وفيها عطاء. انا ما اجلس اتشكك وبعدين نبعد من سوء الظن ومساله انه والله ممكن هذا شو يقصد بمقولته لي، انا هذا شو اللي يقصد كيف. فلابد اخذ مع الاخرين اول نحس النوايا واتكلم. انا اساسا من بدايته أحط قاعدة، الكلمة قبل ما تطلع مني أنا أحكمها، من بعد ما تطلع هي تحكمني. فأنا مفروض من بداية عندي وقاية على أساس أنا ما أطيح في هذه المواقف وأقول مواقف محرجة فيها. دكتور، بنكمل وياك فضلا، لكن مشاهدينا فاصل ومن بعد راح نواصل هذا الحوار اللي صراحة استمتعت فيه وايد دكتور. الله يخليك سهل. ونتعلم فاصل من بعد راح نواصل. يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم مره ثانيه. دكتور، انت قلت في الفاصل اللي يحبون مشكله دكتور ما يقدروا ينسون. لا، لاحظ، هي اكيد العاطفه شيء صعب، بس مش معناته اني ما اقدر، اقدر، بس يحتاج الى ماذا؟ الى مساله انشغال وتركيز اكثر في مجالات الحياه الثانيه. يعني انت لاحظ احيانا الانسان لما يكون مشغول عنده هم، ولما يكون مشغول في اشياء ينسى همه. ليش؟ شوف سبحان الله، نرجع حق سيدنا صلى الله عليه وسلم، لما عندهم حاله وفاه شو يصير؟ اجلس معهم ثلاثة أيام. ثلاثة أيام الناس مشغولين بشو؟ باللي رايح واللي جاي وكذا كذا، فهم ينسون أو على الأقل تخف آلام أو الآلام اللي هم ينسونها في حالة المتوفي. فالعاطفة أنا ما بقول لك أساسا نتكلم أكثر واقعية، بس لابد أني أنا أتأكد نقطة أني أنا بستطيع، بس تحتاج إلى وقت. البعض يبقى بين يوم وليلة ينسى هاي مسألة العاطفة أو الألم الماضي. الألم الماضي يحتاج مني وقت، يحتاج مني تجديد، ترفيه، تغيير الشخصيات السلبية اللي موجودة عندي أنا، وأباشر وأحط لي أهداف. دائما أكرر أخي عبد العزيز، أنا وجدت لأمور عظيمة، الله سبحانه وتعالى أوجدني لأمور عظيمة، لم أوجد لأشياء تافهة أو أشياء ممكن أشغل وقتي. نعم أشغل وقتي بس وقت معين، لكن أباشر حياتي في باقي مسارات الحياة فيها. دكتور، خلينا بعد نروح للغرور والثقة بالنفس. هل الواثق بالنفس يكون مغرور؟ والله هو فرق كبير أخي عبد العزيز ما بين الغرور وما بين الثقة بالنفس. الثقة بالنفس كنا نحن هذا الشخصية يعرف نقاط القوة ونقاط الضعف لديه، عنده قدراته وعنده مهارات بأنه متمكن أنه يحل المشاكل ويتخذ القرارات. شخصية متواضعة، شخصية يحاول يكسب الآخرين من خلال أخلاقه، من خلال تعامله. الله سبحانه وتعالى أنعم عليه أشياء كثيرة في أخلاقه، في طبائعه، لا يأخذها كغرور أو تكبر على الآخرين. المغرور لا، المغرور شخصية مصطنعة. أحيانا
تحصل شخص المغرور يمكن عنده في بعض الأشياء أو بعض القدرات اللي موجودة عنده، لكن حصل في نفس الوقت هو يكون تعاليه على الآخرين، ما يكون عنده تواضع، وتحس أنه دائما يصطنع أشياء كثيرة مش موجودة في حياته، ما يكون على طبيعته. الواثق من نفسه أو حتى الشخصية القوية شخصية ما يصطنع ودائما يعيش على طبيعته، يوجد مع الآخرين على حسب الطبيعة متواضع. أما المغرور لا. بس استغرب البعض أحيانا يعني المشكلة في البعض يتكلمون عن الغرور، ولما تيهم على الواقع تحصل بعض السلوكياتهم مغرورين. يمكن هم ما فهموا شو معنى الغرور. الغرور على أنك أني أنا ممكن أتعدى على حقوق الآخرين أو أتعدى حتى على كرامة أو مشاعر الآخرين. المغرور دائما تحصل على أن دائما نظرته فوقية للآخرين، ما ينظر للنظرة. المغرور دائما يحكم على أني أنا وجدت وعندي قدرات أفضل عن الآخرين. شوف حتى نحن لو نرجع حتى على موضوع العلم، رب العالمين أول ما علم بني آدم علمه عن طريق الغراب، وفي ذاك الزمان ينظرون على نظرة أن هذا الغراب مخلوق كئيب، مخلوق ما أعرف كيف، لكن شوف المثل. فهذا الغرور اللي ينظر على نفسه سواء كعلمه ولا كماله ولا كجاهه أو ما شابه ذلك، نظرته غير، يعني تحس أنه أنا أفضل. لكن الواثق من نفسه لا، الواثق من نفسه أساسا شخصية معطاء، شخصية متواضع، شخصية عنده مجموعة من الخبرات والمهارات، شخصية عارف النقاط القوة اللي موجود عليه، وغير ذلك على أن تحس أن أساسا اجتماعي مع الآخرين، يملك الآخرين من خلال أخلاقه وليس من خلال سلطته. دكتور بعد أحيانا المغرور يكون عنده صفات الشخصية القوية، لأنه مستحيل يكون هو مغرور ومثل ما يقول شخصيته ضعيفة. نعم، لكن ما تدوم في الوقت. نعم عنده بعض القدرات، لكن شخصية قوته هذا المغرور من المصدر، يا إما تكون من منصبه أو من ماله أو ما شابه ذلك. فالآخرين يشوفون قوة شخصية هذا الإنسان من مصدره فقط، فمن متى ما ينتهي هذا المصدر تضعف شخصيته. دكتور ممكن الإنسان أحيانا يكون مغرور لكن هو ما يعرف أنه هو مغرور؟ في كثير. وشو السبب؟ الجهل اللي موجود عنده لديه. فأحيانا في بعض السلوكيات هو يحكم على نفسه هذا مو بغرور، هذا طبيعي، هذا والله هذا الناس هذا تعاملهم معهم، والله إذا نزلت مستواك الناس بهينوا. فهو أساسا تعرف في عقله مخزن على بعض السلوكيات موجودة، معتقدات سلبية أو عادات سلبية وموجودة، يمكن من البيئة يمكن من الأسرة، يمكن وجدها نفسه واعتبرها هذا سلوك حياة، هذا هو طريقة حياة، يريد يمشي مع الآخرين على نفس النمط. فلما تقول عن الغرور، أحيانا أخي عبد العزيز الناس يتكلمون عن محاضرات عن الغرور، ولما تجيه تلقاه في قمة الغرور، فهم هم عندهم بعض الأشياء لكن ما يردون، يمكن يخلقون على أنفسهم بعض الأعذار على أني أنا والله هذا لا مش غرور، أو بعض النقاط اللي ممكن يحكمون عليها من أنفسهم. الحديث مشوق معك دكتور، الله ما كان ودنا ننهي هذا. والله نحن أسعد، جزاك الله خويا عبد العزيز. الله يحفظك. دكتور شافع النيادي مدرب التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، نورتني يا دكتور. الله يحفظك إن شاء الله. نشكركم على الاستضافة. الله يحفظك. من القوة الشخصية لنروح لوادي الحلو. طبعا شهدت الدورة الرابعة لمهرجان وادي الحلو للشلة الشعبية. الدورة هذه تأتي في السنة الرابعة، شاركوا فيها عدد كبير من الفنانين في الإمارات والخليج. وكانت الدورة هذه طبعا وهذا المهرجان بإشراف عام مدير إدارة المنطقة الشرقية لإدارة الثقافة محمد السيوجي وفكرة حميد فارس وشمس المزروعي، وكان بالتأليف حميد فارس وإخراج مبارك ماشي وإشعار الكاتبة بتول آل علي وأداء الشاعر أحمد البادي. كانت فعالية جدا حلوة، خلونا نشوف وياكم. لكن من كثر تواغل الواي على البنيان يا الله ينتفع بها وأهله أجمعين. اسرد رؤياك يا عابر، اسرد رؤياك يا عابر. حقيقة أول الشكر موصول إلى تلفزيون الفجيرة على هذا الجهد حقيقة ومتابعة هذه الثقافة اللي قاعدة تبث في المنطقة الشرقية، وكذلك الشكر موصول إلى دائرة الثقافة المنطقة الشرقية على هذا الجهد وهذا الاهتمام لبث الثقافة
في جميع المناطق التابعة إلى عمارة الشارقة. وطبعا سلسلة الأوبريتات يعني مستمرة، وهذا أوبريت اليوم أوبريت الرعود من تأليفي طبعا حميد فارس، وإخراج أخونا المبدع مبارك ماشي. وطبعا الحكاية يعني طويلة، حتى لو شرحنا عنها وتكلمنا ما راح يعني الوقت يكفينا في شرح الأوبريت، ولكن يعني الحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل رسالة جدا مهمة في الأوبريت، واللي هي يعني الصراع ما بين الخير والشر، وكذلك ما بين يعني الظلم والخير، هذا المزيج، وطبعا في النهاية ينتصر الخير. قزعت أهل البلاد بصراخ كعابر وجمعتهم يتلفون حولك، ايش فيك؟ فكن له على الصلاة قائم، فربك بعلم الغيب عالم. أنا سعيدة جدا طبعا من مشاركة في أوبريت الرعود من إخراج مبارك ماشي، إخراج جميل جدا ومن تأليف المبدع حميد فارس، وكلمات الأشعار صراحة هي أنا أعتبرها تجربة جميلة أني أرى كلماتي تمشي على المسرح، فكان شعور جميل جدا صراحة، وسعيدة جدا بهذه المشاركة، وأتمنى لهم نجاح دائم. أكيد من سمعت الرؤية فسرتها فراسها وقامت تهلك التفسير. أنا أقول لا نعلق قلوبنا بتفسير ما لا نعرف فيه، خلونا نصير عندهم محوير وأكيد بيكون عندها جواب. هي مثل ما تقولين محور الأحداث تصير معاها، لأن هي العقل المدبر شوية حكيمة، دائما ترشد الحريم في الـ في الـ في الأوبريت على الأشياء اللي لازم يسوونها، وآخر شيء العقد عندها لما يضيع سويف. طبعا شفتوا الحالة شلون تكون، يعني الأم لما تفقد ولدها وفيها ربط طبعا ما بين فقدان الولد وما بين الأشياء اللي صارت خلال الفترة اللي طافت مع طردهم لأم حوير اللي هي كانت حكمة المدينة والعقل والقلب النابض يعني. فصراحة هذه أول مرة أشارك في أوبريت مسرحي، وايد استانست في التجربة، فألف شكر للأستاذ مخرج مبارك ماشي والأستاذ محمد السويجي ودائرة الثقافة في المنطقة الشرقية، كلهم ما قصروا صراحة، عمل جميل ورائع وجبار، أفخر إني أكون موجودة فيه إلى جانب نخبة من زملائي نجوم الإمارات، وإن شاء الله يا رب الله يوفقنا دائما. رحموني من هذه الرؤية، اسرد رؤياك يا عابر، اسرد رؤياك يا عابر، اسرد رؤياك. ومن وادي الحلو لفخر لإنجاز كلنا نفتخر فيه ونعتز فيه، وهي أول عملية استئصال المري بالمنظار وتنظير الصدر بأقل تدخل جراحي. هي العملية معقدة وجدا خطيرة طبعا، وتمت في مستشفى الإمارات التخصصي في المدينة الطبية في دبي. معانا عبر الهاتف البروفيسور علي الدعمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير. البروفيسور علي الدعمي استشاري الجراحة في مستشفى الإمارات التخصصي في المدينة الطبية. مرحبا دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا، كيف أمورك؟ الله يسلمك يا دكتور. إنجاز نفتخر فيه. الحمد لله رب العالمين، فضل الله ونعمة وفقنا إلى هذه الإنجاز وقوم المريض الأهلي بالسلامة. هذه إشادة طبعا إلى التقدم الباهر والملحوظ اللي يحدث في مستشفياتنا في الدولة على جميع الأصعدة، الحمد لله بتوجيهات المسؤول الشيخ محمد بن راشد والمسؤولين والشيخ محمد رئيس الدولة والجميع، أن تكون الإمارات هي منبع العلاج الصحي في المنطقة. الحمد لله تكون الإمارات مركز أن يتوجه إليه الناس لابتغاء أفضل العلاجات الموجودة حاليا على المستوى الصعيد الإقليمي والعالمي. طبعا المريض يوميته على مستشفى عشان يسوي عمليه، ما نتكلم عن العمليات اللي ممكن تحدث في اي مكان، نتكلم عن عمليات نوعيه تكون فيها خطوره كبيره. عمليه استئصال المريء تصل فيها نسبه الوفاه الى اكثر من 20-30%. يعني في مرضى، يعني في هذا الكلام في اي مكان في العالم، في مستشفيات امريكا او المانيا او في بريطانيا، هذه العمليات العالميه جدا فيها خطورة كبيرة على المريض إذا كان هناك نقص في أي نوع من أنواع الرعاية الصحية، بداء من غرفة العمليات، بداء من العناية المركزة، ابتداء من التمريض، ابتداء من التخدير،
العلاج الطبيعي. نحن نتكلم عملية استئصال مريء كامل، وهو الجزء الذي يوصل الغذاء من الفم إلى المعدة، الذي يكون تحت القلب وتحت القصبة الهوائية وتحت الرئة وفوق العمود الفقري، ثم استبداله بجزء من المعدة الذي يتم تكميمه على شكل أنبوب. هذه العملية فيها جراحة في منطقة البطن وجراحة في منطقة الصدر، تعد حسب الإحصاءات العالمية من أخطر العمليات الممكن يتعرض لها المريض الذي لسوء الحظ أصيب بسرطان المريء. فالمريض الذي يصاب بسرطان المريء لديه حل خيار من حلين، إما لا يسوي العملية ولا سمح الله يتوفى خلال 12 شهر، أو يخضع لعملية خطيرة نسبة الوفاة فيها قد تصل إلى 30% 40% بعض المرات. فعندما تقوم بعملية مثل هذه لإنقاذ حياة مريض حتى يعود لأسرته مرة أخرى ونسبة خطورة كبيرة جدا على حياته، يجب أن تقام في مركز مؤهل لهذه العملية. وإحنا عندنا كان العرب هيلث قبل فترة يأتى أكثر من 40 محاضر في من العالم على العمليات وعلى الجراحة بما توصلت إليه في 2019. يوم يسألوننا على ما هي العمليات تقومون فيها في مستشفيات الإمارات، عندما يسمعون عن عملية استئصال مريء، عملية استئصال الرئة، عمليات استئصال بنكرياس، هم الآن يتكلمون عن عمليات نوعية أن وصلنا إلى نوع معين من المستوى العالمي. سعيدين يعني العمليات التقليدية العادية تكون في أي مكان. صح. يعني أنا أتكلم بدون تنقيص من أي عملية أخرى، ولكن كل عملية لها خطورة معينة. كل سفرة بحرية في محيط البحارات مختلفة. عندما تتقطع القارات الخطورة في هذه السفرة البحرية غير عن أن تذهب إلى نزهة بحرية في النهر. فنفس الشيء العمليات الجراحية، في عمليات ممكن تقام بغرفة تخدير صغيرة، عمليات هي البسيطة بدون ذكر أسماء، ويقوم المريض بالسلام ويذهب إلى البيت. ولكن في عمليات فيها خطورة كبيرة على المريض، نجاحها يعتمد على جميع أنواع الاستعدادات المتوفرة في هذا الصرح الموجود والذي تقام فيه هذه العملية. صراحة الحمد لله احنا في الدولة بدينا نصل إلى مستوى عالي جدا. عندما يتكلمون عن عمليات السرطان التي نقوم بها، عمليات استئصال الأورام المعقدة، عمليات استئصالات الرئة والمريء، هذه العملية هي التي تجلب النظر من الخارج، يقولون أوكي هالمستشفى بدأ يوفر نسبة العمليات المعقدة. طبعا إذا قمنا بهذه العمليات ونجحت، إذا العمليات الأقل تعقيدا تكون أسهل. شيء يدعو للفخر والاعتزاز دكتور أن نشوف مثل هذه العمليات وتنجح وتجرى في الإمارات. الحمد لله رب العالمين، وتوفيق من الله ومجهود كثير من الطواقم الطبية. مثل ما قلت، عندما تنجح عملية كهذه ليست خبرة جراح أو عمل فريق معين، ولكن هي عبارة عن تكامل أنظمة منشودة متوازنة متواكبة مع بعض، تبدأ في من أول ما يدخل المريض المستشفى مع دكاترة التخدير، ثم العملية الجراحية اللي استغرق 12 ساعة، ثم توفر الدم إذا احتاج الدم والمختبرات العلمية، ثم العناية المركزة الفائقة، ثم طاقم الذي يعالجون المضاعفات، لا سمح الله لسوء مضاعفات في القلب في الرئة في الكلى، يجب أن يكون طاقم جاهز كامل جاهز ومستعد. دكتور نعم. قلت لي 12 ساعة هي عدد ساعات العملية اللي قمتوا فيها. نعم لا؟ عملية طويلة طبعا. مثل ما قلت المريء يعني عضو عميق جدا موجود خلف القلب، خلف القصبة الهوائية، خلف الرئة، فوق العمود الفقري في القفص الصدري. نقوم باستئصاله كاملا بدون إصابة أي نزيف من القلب نفسه أو الرئة أو الشرايين الكبرى، ثم نقوم بالذهاب إلى منطقة البطن ونقوم بقص المعدة مثل ما نقوم بقص المعدة في عمليات تخفيف الوزن، نكونها لأنبوب ثم نسحب الأنبوب إلى القفص الصدري ونخيطه في المريء عند الرقبة. دكتور لو طمتنا عن حالة المريض بعد إجراء العملية كيف إن شاء الله؟ طيب لو تفضل من الله، والله الشافي في البداية في الأول والآخر، ونعم بالله الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الله يسر أموره وعاد إلى أهله وإلى بيته، الحمد لله. والحمد لله الحين حتى بدأ يبدأ إلى دوامه، والحمد لله رب العالمين. وهذا اللي احنا نحب نشوفه في الأول وفي الآخر. مهما تقدمنا في العلم وفي الطب، المريض هو الأساس والنواة الذي نقوم بكل المجهود من أجله ومن أجل عائلته. بلغى سلامنا دكتور، ونتحمد له على السلامة إن شاء الله. ونشكركم بعد دكتور. الله يحفظكم، الشكر لله والفريق الطبي الكامل، وإن شاء الله نقوم
عمليات أخرى كثيرة في المستقبل إن شاء الله بمشيئة الله تعالى. الدكتور بروفيسور علي الدعمي استشاري الجراحة في مستشفى الإمارات التخصصي في المدينة الطبية، شكرا لك دكتور. أهلا وسهلا ومساء الخير. حياك الله في حفظ الله يا دكتور، مرحبا وسهلا. مشاهدين الكرام فاصل، من بعد راح نواصل، خليكم ويانا. يا هلا فيكم. الحين راح نروح إلى المغرب بالأخص إلى مدينة طنجة، وراح نشوف أهم وأبرز المعالم السياحية فيها مع كاميرا موبايل، مع كاميرا موبايل صديق البرنامجنا 7x7 عدنان مرشيد. خلونا نشوف في فقرة حول العالم، خلونا نشوف ياكم. السبعة على سبعة، حياكم الله أينما كنتم. عدنان من المغرب، سأخذكم اليوم في فقرة حول العالم في جولة مدينة طنجة المغربية، شمال المغرب تحديدا. مدينة طنجة التي تشكل قطع عبور نحو أوروبا، وخاصة من الجهة الجنوبية أي باتجاه شبه الجزيرة الإيبيرية، إسبانيا ثم البرتغال بجوارها. مدينة طنجة التي تعتبر واحدة من المدن السياحية العريقة بالمغرب على غرار باقي المدن التاريخية الأخرى مثل مراكش، أكادير، فاس إلى غير ذلك، وتتفوق في شيء جد مهم وهو الموقع الاستراتيجي، بحيث أن مدينة طنجة تشكل نقطة التقاء واجهتين بحريتين وهما البحر الأبيض المتوسط ثم المحيط الأطلسي، ما يضفي على المدينة رونقا خاصا بانتشار مارينات، بانتشار كذلك قرى سياحية بجنبات المدينة من جل المداخل سواء الشمالية أو الشرقية أو الغربية أو حتى الجنوبية باتجاه مطار المدينة. دون أن أطيل عليكم، سأخذكم في هذه الجولة لتكتشفوا معنا كل مميزات ومقومات السياحة بمدينة طنجة المغربية. فرجة ممتعة، ثم ألقاكم بعد ذلك. المسجد الذي ترون من خلفه هو مسجد السوريين، شيده الإخوة السوريون بمجرد عودة الجنود المغاربة الذين شاركوا رفقة الجنود السوريون في حرب الجولان، وكان ذلك عام 1974، تيمنا منهم بالدور الهام الذي لعبه الإخوة المغاربة في حرب الجولان جنبا لجنب رفقة الأشقاء في سوريا. السلام عليكم، نحن في مدينة سوق برا طنجة، معروفة على ساعد العالم على حسب السياح كيجيو كيدخلوا. انا دابا حاليا 7 سنين في هذا الموقع، كيبيعوا شرينا الحلوى عالم، كيجي عندي جميع الدول، جميع السياح كيجيو عندنا هنايا طنجة، وكيبغيو المغرب بزاف في الفرحة، والناس المغاربة والناس كرامة والناس الناس ملاح المغرب، وكيجيو عندنا هنا كيستقبلوهم بزاف، وكيبغيو المغرب هما كيجيو عندنا على حساب كيلقاونا الراحة، كيلقاونا كلشي رخيص عندنا. حنا حاليا نعيش في اسبانيا، بحال اسبانيا ولا هولندا ولا لا، كلشي غالي عندهم تما. غادي السياحة خصك فلوس كبار، بحال رجع للمغرب هنايا خصك 5000 درهم غادوز فيها شهرين 3 شهور في المغرب، خير موجود في بلادنا. والله تحية قناة فجيرة. نتا
متواجدة الآن بقلعة المنار، القلعة المجاورة لمنار مدينة طنجة، هناك على الجهة اليسرى، على الجهة اليمنى كما ترون هناك المحيط الأطلسي. الغاية التي شيدت على إثرها هذه القلعة قبل نحو قرنين من الزمان كانت تهدف بالأساس لمراقبة السواحل المغربية. أمام مدخل مغارة هرقل، هناك من خلفي مغارة هرقل، هذا البطل الأسطوري الذي يعد من أشهر أبطال الميثولوجيا الإغريقية نظرا لقوته الخارقة وأعماله الأسطورية. وفقا للأساطير اليونانية توجب على هرقل في إطار إنجاز مهمته الحادية عشرة التي وكلها له والده أليدين موزيوس، الذي تمثل خصيصا في خمسة أو ست نقاط أساسية، وهي إحضار التفاح الذهبي المتواجد بحديقة الهسبرد المتموقعة حسب القصص بين طنجة والعرائش التي تبعد بحوالي 80 كيلومترا من طنجة. وتروي الأسطورة أن هرقل خلال معركته ضد أنطي قد قام بفتح مضيق جبل طارق بضربة من كتفه نظرا لقوته الجسمانية الخارقة، وقد قام هرقل بقتل أنطي واتخذ امرأته زوجة له وأنجبها طفلا أسماه سوفوكس. هذا الأخير قام بتأسيس مدينة أسماها طنجيس التي هي طنجة حاليا تكريما لروح أمه. أضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة إن شاء الله في مدينة أخرى. إلى هناك، دمتم في رعاية الله. أجمل تحية من هنا من الفجيرة إلى المغرب وبالتحديد إلى مدينة طنجة، وشكرا لكم على هذا الشيء الأكثر من رائع وشوقتونا نزور المغرب. طبعا تهتم الدولة بإسعاد المواطنين والمقيمين على أرضها في شتى المجالات، وهذا اللي نحن شفناه من تركيز أو ركزت مدينة بلدية مدينة أبوظبي على إنشاء 83 مرك أو مكان مخصص للشواب في حديقة الزعفرانة والدلافيل. خلينا نعرف أكثر حول هذا الموضوع. معنا عبر الهاتف المهندس أحمد الجلالي، رئيس مجموعة عم الحدائق والمنتزهات الترفيهية. يا مرحبا وسهلا. مرحبتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا دكتور، كيف الحال يا باش مهندس؟ إن شاء الله طيب. الله يسلمك. طول الله يسلمك. لو كلمتنا اليوم عن فكرة المشروع هذه. طبعا للتوضيح، يعني نحن حاليا في عندنا المناطق للشوي في موجودة اللي كانت تقريبا إذا قلنا 54 كانت موجودة في السابق. أها. نحن مؤخرا أضفنا يعني لتصبح 83 مكان مخصص للشواء. طبعا أضفنا الأعداد هذه الجسمة تصبح الأعداد كاملة على 11 حديقة حدائق مفتوحة موجودة في أماكن مختلفة في أبو ظبي، تقريبا 83 العدد اللي أنت ذكرته. وهذا كله في إطار سعينا نحن لإسعاد المجتمع للوصول لاحتياجاتهم، توفير سبل الترفيه للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. المهندس، الفكرة اللي يعني جت في بالكم أنكم تسوون المشروع هذا؟ طبعا نحن يعني من خلال متابعتنا للحالات ولمرتادي الحدائق، وايضا حتى لو قلنا ان بعض التجاوزات اللي صارت من شوي على الاماكن الغير مخصصه، ارتينا ان في حاجه للناس لمثل هلا المشاريع انها تتنفذ. حتى يعني يمكن
لو تلاحظ ان حتى كبرنا المساحات المخصصه للشوي يعني صارت تقريبا ما يقارب 4 متر في 4 متر كقاعده شواء، والشوايه نفسها مترين في 80 سنتي. يعني حتى يعني وسعنا يعني كفكره كان لدي احتياج يعني اكثر عدد من الناس اللي ممكن انها تستخدم هذا المرقب. نعم المهندس احمد، سبب اختيار حديقتي الزعفرانه والدلافين في الوقت الحالي، هل عليهم اقبال؟ يعني طبعا هالحدائق اذا بقول اكلمك حديقه الزعفران كانت حديقه مغلقه ونحن يعني نفذنا فيها مشروع اجلنا الاسوار الخارجيه وصارت حديقه مفتوحه وكان عليها اقبال يعني عدد كبير من الناس. ايضا حديقه الدلافين بالمثل هي حديقه مفتوحه لكن عليها اقبال من الزوار من المواطنين ومن المقيمين. فحبينا ان نحن نضيف يعني تقريبا ما يقارب 20 شوايه 20 منطقه شواء في هالحديقتين نلبي بعد احتياجات الناس. يمكن حديقه الدلافين فيها بعض الاماكن المخصصه ولكن ما تكفي فبنضيف فيها اعداد، وكذلك حديقه الزعفران نخصصها يعني كحديقه جديده خصصناها للشواء. المهندس احمد، للاسف نشوف بعض الاحيان بعض السلوكيات الخاطئه من بعض الاشخاص في الاماكن هذه، مع ان في اماكن مخصصه لكن يروحون يعني يروحون الاماكن غير المخصصه، النصائح اللي تقدمها انت لهم يعني؟ والله نحن نشوف بعض التجاوزات وش اسمه نقوم نحن بحملات توعويه في المناطق هذه، نزول الميدان مطلوب منا نحن كجهه حكوميه كبريه المتبو ربي في الميدان يعني ننزل نحاول نوعي الناس ونحب نقولهم ان المناطق هذه يجب الحفاظ عليها والالتزام بالاماكن المخصصه بالشواء. صراحه ما حد يحب يشوف ان في يعني في مناطق زراعيه متاثره او في مثلا خطوط او شبكات متاثره بالمخلفات هذه او نتيجه الحرق او غيره. صحيح. للحفاظ على جماليه ابو ظبي نتمنى منهم من الجمهور التعاون على الالتزام بالسلوكيات اللي من شانها تحافظ على هالمرافق وعلى الحدائق هذه بشكل عام. صحيح. المشاريع القادمه ان شاء الله للبلديه ان شاء الله خلينا نستبق الامور. نحن طبعا خلال الفتره الماضيه بدينا تقريبا في مناطق الالعاب وطورنا يعني اضفنا مناطق حتى في مناطق الالعاب حطيناها خصصناها لاصحاب الهمم ما شاء الله جميل للاستفاده منهم يستفيدون. فنحن يعني ان شاء الله الحين يعني نزيد المرافق وان شاء الله يعني القادم ان شاء الله افضل بمشيئه الله تعالى. متشكرين لك المهندس احمد الجلالي رئيس مجموعه عمل الحدائق والمنتزهات الترفيهيه، مشكور. العفو جزاكم الله خير، مشكورين على هال حياك الله يا مرحبا. مشاهدين الكرام فاصل بعده راح نواصل، خليكم ويانا. يا مرحبا وسهلا ورجعنا لكم مره ثانيه. طبعا نشوف اهتمام كبير من الدوله تجاه اصحاب الهمم، وهذا الاهتمام اللي شفناه في الدوله وحتى الحين نشوفه خارج الدوله، وهذا ما لمسناه خلال المبادره اللي شفناها الجميله اللي قيمت في مصر، وكانت هي المبادره عباره عن ورشه عمل موسيقيه اللي قيمت مع جمعيه النور والامل الكفيفات بالقاهره. طبعا هذه المبادره كانت برعايه كريمه من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيره، واللي نظمتها اكاديميه الفجيره للفنون الجميله، واللي يشرف عليها الدكتور احمد عبد الستار وهو مشرف اكاديمي، ومعنا هنا في الاستوديو الاستاذ احمد او الدكتور احمد عبد الستار مدرس قسم الكمان والصوت باكاديميه الفجيره للفنون الجميله. يا مرحبا دكتور. اهلا وسهلا. طبعا شيء جميل ورائع، خلينا نشوف وبعد نرجع لك، خلينا نشوف الفيديو هذا اللي موجود معانا وخلينا نكمل وياك. يلا دكتور حياك الله. الشرقي على دعم الأوركسترا ونور الأمل.
محمد بن حمد الشرقي. نشكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي. بكرر الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي اللي مهما حاولنا نشكره بكل الطرق مش هنقدر نوفي حقه يعني. ربنا يحفظه ويبارك في عمره ويحميه. حلو الفيديو هذا دكتور، الفرحة في يوهم. هم قالوا كل اللي احنا عايزين نقوله، احنا بنذكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي. الله يحفظه الله يحفظه ويطول بعمره. الله يحفظه ويطول بعمره. فكرة المبادرة دكتور، احنا في بداية عام التسامح حبينا ان احنا ننشر العلم لأبعد مدى يكون، وعندنا توجهات من سمو الشيخ ان احنا العلم لا يقتصر على احد، بمثابة أكاديمية الجميع يعني زي ما بنقول. وسمو الشيخ دايما يحصنا على أصحاب الهمم الخاصة. صحيح. بشكل عام يعني لازم نهتم فيهم ولازم نرعى فيهم يعني. صحيح. يعني إحنا يعني ده دورنا وده رسالتنا اللي ممكن نوصلها اليوم. والحلو اللي شفناه الحين حتى الاهتمام ما مقتصر في دولة الإمارات، حتى صار برع 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 دولة، برع الدولة. ومشكورين أنتوا على الإشراف اللي سويتوه وعلى الفعالية هذه. لا مو بغريب على الإمارات وشيوخ الإمارات دعمهم للعلم في كل مكان وخصوصا أصحاب الهمم. الهدف من هذه المبادرات هدف علمي إنساني تثقيفي. يعني مبادرة بالخير بكل ما تحمل من معاني الخير. احنا كدورنا كفنانين في الأكاديمية ومن خلال دور الأكاديمية ان هي تنشر العلم في كل مكان، ده دورنا يعني، ده اللي احنا قائمين عليه، وان احنا نحاول نوصل ما يمكن توصيله من علم في كل مكان. دكتور دوما يقولون الموسيقى هي لغة العالم. ايه كل العالم ممكن احنا نتخاطب بالموسيقى. الفكرة هذه اللي انتم سويتوها وليش بالذات في مصر وليش بالذات للمكفوفين لأصحاب الهمم، في نقاط معينة انتم ركزتوا عليها ولا؟ أكيد لازم نبدأ عام التسامح بشيء يعني كله أمل وكله فرحة وكله نور يملأ حياة المكفوفين. كمان احنا عملنا آلية جديدة بتوجهات من سمو الشيخ ان احنا نحاول نصغ لهم الموسيقى بشكل علمي. هما أصحاب الهمم من المكفوفين عندهم اعتماد رسمي على طريقة برايل، فاحنا حاولنا نطوع طريقة برايل للموسيقى كمان، وابتدينا يعني نكتب بيها الأشكال الإيقاعية، وابتدينا يعني ندمجها معهم كأنها لغة ممكن أن تقرأ يعني. دكتور كيف شفت ردة فعل الفنانات بعد اللي صار؟ فرحة ونور وأمل وسعادة. الله يسعد سمو الشيخ زي ما أسعده. آمين يا رب. آمين. أنا أشوفهم الفرحة هم يعلقون ويشكرون صراحة، يعني شيء لا يوصف صراحة. يعني صراحة لفتة طيبة إنسانية من سمو الشيخ إن يفكر إن في المساكين دول ويوصل ليهم بسمة أمل إن هم ما ينحرمون. إيه والله، وزهرة أو يعني بوكي ورد جميل من الفجيرة للقاهرة وصل من سمو الشيخ يعني لأن الحمد لله. دوما التركيز حتى خرج من الدولة حتى يوصل لجميع الدول وندعمهم بشتى المجالات لأصحاب الهمم. المناهج المستخدمة للمكفوفات يعني إنهم يستخدمونها، شو المناهج اللي استخدمتوها أنتو؟ إحنا استخدمنا طريقة برايل. ممكن ترمشني عن الطريقة هذه؟ هما طريقة برايل بتتكون من حاجة اسمها الخلية أو الوحدة. الأشهر الاسم الأشهر لها الخلية. الخلية بتكون عبارة عن ست نقاط بيشكل منها كل ما هو يقرأ، ولو حبوا يكتبوا أكتر من شكل بيستخدموا أكتر من خلية. أوكي. وهكذا. ففرضا عندنا في الموسيقى أشكال إيقاعية، فهم مثلا عندهم نغمة الدو مثلا للروند مثلا شكل الإيقاع الروند، فيستخدموا مثلا النقطة الأولى والثانية والستة فرضا، نغمة مثلا الري الأولى والثانية والرابعة وهكذا، يبدأوا يستشعروا بالنقاط هذه وخلاص تمشي معهم الأمور بسيطة جدا. يعني أنا أشوف ناس صاحيين دكتور ونحن نشوف وكل شيء ما نقدر على الآلة هذه، صعبة الآلة صعبة. شوف آلة الكمان جدا صعبة دكتور. هي دقيقة مش صعبة،
هي أكثر دقة نظرا لصغر مسافتها، لكن مش صعبة يعني، آلة يعني في المتناول، والدليل أن جميع العالم مقبل عليها، لكن هي آلة دقيقة جدا. أنا عن تشبيه خاص فيا في الآلات، يعني فرضا لو أنا هشبه الآلات بالكليات فرضا، الكمانجة كلية الطب نظرا لدقة التفاصيل فيها. دكتور يعني شو الفرق بينها وبين العود للناس المبتدئين، بين الكمان والعود؟ هي مقاومات آلة تانية تماما مختلفة 100%، حتى نوع الأوتار ونوع الصندوق المصوت وطريقة العزف عليها، وحتى العود آلة تعزف بالنقر يعني، العود لكن بالنقر ايه اكيد عن طريق الريشة، لكن او الترقي يعني زي ما يقولوا، لكن كمان آلة قوسية تعزف عن طريق الاحتكاك. دكتور دوما يقول كمان هي يعني تروح مع الحزن، الإنسان المضايج ولا المهموم إيه؟ من يسمعها تواسي إيه؟ مثل الصديق اللي واسي إيه؟ فالحين أنا ممكن حزين ومهموم أبي أسمع أساس أني تواسي. الله يحفظك بعد ذلك دكتور. أمين أتفضل. الله يخليك. الله عليك دكتور، وانت جاي تحت الهواء قلت هذه الآلة من عام 1937 ايه، وما موجود منها الا كم قطعة بسيطة جدا في العالم يعني. هم احصوا الآلات، آلة الكمان، وعملوا لها كتالوج، احصوا الآلات الأصلية يعني من صناع الأصليين، وعملوا لها كتالوج وعدوها بشكل معين، وهل كمان من دكتور يعني دوما أنا أحس إن كان في الكمان أو حتى إن كان في العود دوما يقولون أهميتها هي لما تكون قديمة. أكيد. ليش يعني دكتور؟ الخشب بيكون اتبخر وتجفف كويس، والخشب اعتاد إن يرن فيه الصوت، عشان يعني زي ما بنقول كده استوى خشب استوى يعني يعني طلع ذروة الصوت ما فيه يعني. تمام دكتور، تشوف الناس الحين خاصة كونك أنت موجود في الأكاديمية في الفجيرة، تشوف في إقبال من الشباب على الآلة هذه؟ أكيد. آلة الكمان. أكيد ما شاء الله، شعب الإماراتي شعب واعي مثقف مطلع، يحب الأشياء العالمية ويحب الأشياء، مع الحفاظ على الهوية الإماراتية والتراث الإماراتي، صراحة يعني إقبال رهيب جدا جدا على آلة الكمان وعلى كل الآلات يعني بشكل عام. دكتور يعني عدد الطلاب اللي عندك في الأكاديمية تقريبا؟ عندي يمكن قرابة 72-73 طالب ما شاء الله، هم إيه؟ يعني كلهم على الآلة هذه وآلة إيه؟ الكمان ايه بمختلف يعني. وتشوف ان لها مستقبل كبير؟ شوفها هنا. اكيد، هي احنا عندنا تشبيه كده بنقوله في الوسط، يقولوا الوتريات يعني العظام بتاع الفرقة يعني، اللي هي ما إيه في يعني كأن الهيكل العظمي بتاع الفرقة يعني، هو هي الأساس اللي لها. ما نقدرش نقول أساسي عشان ما نهدمش حق الآلات يعني. دكتور في مثلا احنا نقول لحن حزين وفي لحن رومانسي وفي لحن سعيد وفي أمور، هذه هذا اللي سمعتنا قبل شوية شو كان؟ إيه شوف، هي ستايلات مش أكتر حاجات. أوكي. بس احنا مصنفينها بيننا وبين بعض يعني مقامات مش أكتر يعني، ممكن تكون لها مرجعية للمقامات، لكن هي ستايلات للعزف مش أكتر يعني. الستايل اللي استخدمته لنا اللي عزفته قبل شوية ستايل شرقي يعني، كارتجال شرقي عربي أصيل زي ما نقول يعني. زين نبي نسمع بعد، نطمعنا نحن نسمع حبيبي. بعد يعني أسمعكم أغنية مثلا. أغنية شنو؟ زي ما أنت تحب.
أنا أسمعك شيء من التراث الإماراتي ولينا الشرف. على ذوقك يا دكتور حبيبي. دكتور الله عليك. دكتور انت كونك مدرس في اكاديميه الفجيره للفنون الجميله في اقل من سنه شفنا تطور كبير يا دكتور في شت يعني في الحمد لله. شو السبب سبب وراء النجاح هذا يا دكتور؟ سمو الشيخ صراحه اكون واضح معك يعني بدون اي مجامله دعم سمو الشيخ لينا اكبر بكثير من اي شخص يكون متوقع. احنا شغالين بدعم سمو الشيخ صراحه. كمان فريق العمل كأنه شخص واحد. إحنا عبارة عن أسرة في الأكاديمية كلنا على قلب رجل واحد زي ما نقول يعني. وما شاء الله طلابنا كمان مجتهدين وشغالين على نفسهم وتعبانين على نفسهم وقاعدين يطوروا من حالهم. وكمان الأكاديمية فاتحة يعني الناس متعطشة للفنون ومتعطشة وزي ما ذكرت لك إن الشعب الإماراتي شعب راقي يحب يرتقي بشيء يعني. دكتور فعلا يعني اهتمام كبير من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي لعهد الفجيرة وهذا اللي احنا نلامسه ونشوفه في أرض الواقع بصراحة. صراحة سبب وراء نجاح كثير من الأمور اللي نشوفها في الفجيرة وبالأخص أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. وفعلا الفجيرة وحتى غير الفجيرة المنطقة كانت تحتاج مثل هذه الأكاديميات. أنت تقول 72 طالب بأقل من سنة. ايه ده بس وعند مدرس واحد هو ايه؟ عندك انت يا دكتور ايه؟ فهذا ان دل على شيء يدل على ان نحن كنا نحتاج مثل هذه الاكاديميه في الفجيره. احنا كمان يجيلنا من خارج الدوله جينا من السعوديه وجيلنا من الكويت ومن داخل الدوله يجيلنا من ابو ظبي ويجيلنا من دبي ومن الشارقه ومن عجمان يعني من ما شاء الله. دكتور انا لو ما قلت لي انها من عام 1937 انا كنت بمسكها بس الحين انا خاف صراحه. بالعكس لا 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 بس يعني هل في مجال ان في ناس كبار اول مره تبدا تتعلم؟ انا صراحه شخصيا اقول لك اشوفه هو شيء رائع جدا ومن عندي شغف اني اتعلمه. احب اسمع ان كان العود ولا ان كان آلة الكمان بس اخاف اني انا امارسه وابدا فيه. في صعوبه ولا هي خلاص تبدا من الصغر؟ مستحيل يكون في صعوبه. ما حدش ينكر ان العلم في الصغر شيء طيب وشيء نحس عليه، لكن مش بس الصغر، لا العلم كمان في الكبر مهم، العلم في أي وقت مهم، لكن يفضل يكون في الصغر لصفاء الذهن وبتاع، لكن ما فيش مانع في الكبر، ليه لا؟ بالعكس. لأن دكتور في أغلب الناس وأنا من بينهم نحب نستمع لآلة الكمان ولا آلة العود وغيرها من الآلات الموسيقية. وتحصلنا دوما نستمع 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 وصار عندنا يعني خبره ان نحن نعرف اللي يسوونها واللي يعزفونها وغيرها، بس ان نحن نبدا نجرب للاسف. يعني صراحه الاله بترتقي بالنفس. الانسان بيكون داخله مشاعر كتير عايز يعبر عنها. صحيح. اعتقد ان الاله كتير كتير بتسهل لك الامور دي، بتخليك تعرف تعبر عن كل ما بداخلك وبتسمو بيك وبتخليك مليء بالطاقه الايجابيه صراحه. والدليل على هذا دكتور احيانا الشخص يكون متضايق ولا حزين او عنده مثلا اقول لك شعور داخلي تجاه اي شخص ان كان شعور صحيح. عاطفي ولا غيره، ما يهدي هذا الشعور غير الموسيقى. ايه فعلا دكتور صحيح صحيح. دكتور زين عندكم مبادرات قادمه ان شاء الله راح تقومون فيها لاصحاب الهمم؟ كثير ان شاء الله. احنا بندعي كل اصحاب الهمم المهتمين في الفنون يتفضلوا حياهم الله عندنا في الأكاديمية وبتوجهات من سمو الشيخ محمد الله يحفظه ويطول عمره إن شاء الله إن إحنا فتحل لهم يعني كل المجالات يقدروا يتفضلوا الأكاديمية أكاديميتهم. ويعني إحنا أهلا وسهلا بيهم وإحنا اللي نروح نجيبهم من البيت إن شاء الله. وإنتوا في الأكاديمية عندكم بعد ما شاء الله من أصحاب الهمم؟ إيه كتير الحمد لله عندنا عدد كبير من أصحاب الهمم
شيء يدعو للفخر والاعتزاز دكتور اللي تقوم فيها الأكاديمية بصراحة. الله يحفظ. يعني الإمارة كلها تتكلم إن أقل من سنة نحن نشوف هذه الإنجازات. الحمد لله. الحمد لله. رب العالمين. فضل الله ثم سمو شيخ. الحمد لله. دكتور أبيك تقول كلمة أخيرة وأشكرك دكتور. شكراً. أحمد عبد الستار. قبل الدكتور أحمد عبد الستار مدرس قسم الكمان والصوت بأكاديمية الجيل الفنون الجميلة، أنا أبيك تختم الدكتور وأنت قاعد تعزف. أوكي. وخلينا ودع المشاهدين. يلا تفضل. مشاهدينا إلى هنا تنتهي حلقتنا لليوم، وإلى الملتقى غدا إن شاء الله في نفس الوقت، حياكم الله، وخلونا نختم مع هذا الموسيقى الجميلة.